مرحب بحضراتكم من جديد. الجزء الثاني من حوارنا دايما يوم السبت بتبقى فقرة الصحافة، وفقرة الصحافة دايما يعني بيكون فيها كواليس واخبار كتيرة جدا، مش مني، من الضيوف اللي بيكونوا موجودين معنا، علشان دايما بيكونوا على قدر الحدث اللي موجودين فيها. بالتالي برحب بالاستاذ محمد يحيى يوسف، برحب بحضرتك. اهلا بيك كابتن عمر، واهلا بكل مشاهدينا الكرام. دايما بنبقى مبسوطين واحنا معاك. ربط الحزام وجاهز زي الفل. استاذ عمر الايوبي، برحب بيك. ازي حضرتك؟ ازي يا عمر، وطبعا سعيدني معاك طبعا، ومع محمد وعراقي طبعا. محمد عراقي حبيبي عمر، ومبسوط طبعا مع كابتن عمر واستاذ محمد. يعني ان شاء الله تبقى حلقه كويسه باذن الله. طيب الكلام على ايه؟ تحب نبدا اهلي ولا نبدا زمالك؟ كل حاجه باش موجود. طيب النهارده بعد مؤتمر صحفي كالعاده الاسئله لفايلر، قاعد ولا ماشي؟ ماشي ولا قاعد؟ الراجل قال لهم انا هتكلم في الكلام ده مع الاداره كالعاده، وشويه كلام كده تصريحات محدش لسه فاهمها. فعلا يوم الاربع بالليل بعد مباراه الترسانه هيتم الاعلان عن انتهاء العلاقه، ولا فعلا زي ما بيتقال ان ممكن يتم المد شهر؟ طيب هو الكلام ابتدى في 1/10، من 1/10 اكتوبر هو فتره ان انت تقدر تمشي بدون شرط جزائي. طبعا انا مش عارف مين اللي حط شرط زي كده في عقد، ده اول مره تشوفها في عقد ان انت بتدي للمدرب بتاعك فرصه ان هو يمشي بدون شرط جزائي. طب ايه الفكره دي؟ غريبه جدا، خاصه ان انت يعني انت جايب مدرب وعامل فيه متعاقد معاه بشكل كبير وشكل كويس، وحاجه قلت ان ده مدرب المستقبل وان هو جاي بينه ونفس الفكره بتاعه جوزيه، فانت جايب وعامل مقدمات كتير قوي، وفي الاخر بتبص تلاقيه بتدي له فرصه بسهوله جدا انه يمشي. طيب كلام جه ان هو المدرب اللي طلب دلوقتي ان هو عايز يمشي، ان هو ممكن يقعد شهر ياخد البطوله الافريقيه. طبعا انا عرفت من الكابتن خطيب رئيس النادي الاهلي طبعا رفض ده كله، لان شايف ان هو ضرب ضربه جامده جدا من مدرب في توقيت صعب جدا جدا جدا، في التوقيت اللي كل الناس كانت بتتريق على نادي الزمالك ورحيل كارتيرون، نفس القصه حصلت في الاهلي، فطبعا كانت مشكله كبيره جدا. اللي سبب في ده كله بقى ان الموضوع انت داخل على بطوله مهمه، وبطوله انت شويه في تفوق الاهلي والزمالك عن الفرق المغربيه، فازاي انت تسيبني في توقيت زي ده؟ هو طلب ان هو ممكن يقعد شهر يكون خارج العقد، ان هي يجدد لوحده شهر دوت يقدر ان هو ياخد بطوله افريقيه. طبعا هو طمعان في مكافأة الفوز اللي هي الثلاث شهور بالبطولة الأفريقية. شهرين ولا ثلاثة؟ ثلاثة تقريبا. ثلاثة أفريقيا. دوري أفريقيا ثلاثة. 400,000 دولار ده الدوري. دوري 400,000. فهو طبعا. ثلاث شهور ده الأفريقي. هو طبعا عامل نصح في القصة زي كده، خاصة إن هي هو عايز يمشي عشان مراته مش حابة إن هي تقعد هنا، هو قاعد هنا في أوتيل لوحده. ومن فترة من حوالي 15 يوم تقريبا الأهلي بيدور على مدرب، وبالفعل اتكلموا مع برادا المدرب البرازيلي اللي ماسك فرقة ساو باولو اللي خد معاهم كأس العالم للأندية. واتكلموا من فتره، بس هو الراجل كان عنده عرض من الزمالك وعرض من الاهلي، وما كانش فيه عنده ان هو فرصه ان هو يقدر يجي القاهره او يدرب في القاهره الفتره اللي فاتت. فالكلام ان هو رحيل المدرب بتاع الاهلي طبعا ده مش جديد، لا ده بالعكس، ده الفتره دي بقى له فتره ان هو عايز يمشي، وهم عاملين كده بس كانوا مكتبين على الموضوع لحين ما طلع فعلا الاعلام وتم انتشار الخبر، وطبعا ده سبب لهم ازمه، وعشان كده خلاص هتنتهي العلاقه بعد ماتش الترسانه. ممكن يا عمر الاهلي يمد مع فايلر زي ما بنقول كده اتفاق جنتلمان، او بشكل ودي ان هو يرحل بعد بطوله افريقيا، ولا الراجل بيفكر ان هو لو رحل الشرط الجزائي ولا قدر الله حاجه حصلت للاهلي ممكن يعني ممكن ما يلاقيش نفسه في اي نادي بعد كده؟ بتكلم عشان التوقيت. بسم الله الرحمن الرحيم. لما تتفرج على ماتش الاهلي النهارده خلاص تتاكد ان هو العلاقه انتهت خلاص، يعني حاسه لا يعني الراجل تحس خلاص فقد الكيمياء مع جماهير الاهلي، مع اداره الاهلي، مع لعيبه الاهلي، لعيبه الاهلي تحس ان هم خلاص بيتعاملوا معاه، وانت كنت لعيب كوره عارف لما تحس ان المدرب خلاص هيمشي او مش هيمشي ما بتبقاش مركز، ما بتبقاش عارف الدنيا ماشيه ازاي. انا شايف ان هو فايلر يعني انا شايف ان هي الضربه الخامسه لاداره الاهلي خلال الفتره الاخيره ديت. تتكلم بعد اللعيبه يعني؟ انت عندك يعني تخسر قضيه عبد الله السعيد، رمضان صبحي، احمد فتحي، الكرومي، مش قصدي لا، لكن القضيه نفسها لما اتحكم ان هو ما كسبهاش يعني ماشي، يعني كلها عامله ضغط على اداره النادي الاهلي، بتخلي في حاله ارتباك مش عارف تعمل ايه طبعا. وبيني وبينك لما تيجي تتكلم يعني خاصه في يعني في ظل السوشيال ميديا، وانت كنت مثلا الزمالك كان لسه عنده الواقعه بتاعت كارتيرون، وطبعا جماهير الاهلي كانت عندها حاله فرحه وسعاده ان هو مثلا كارتيرون مشي، عمل تاثير بالتاكيد هيعمل تاثير سلبي على نادي الزمالك، تحصل لك انت نفس الموقف فيها هزه كبيره جدا، اعتقد الامور هتبقى صعبه، وخاصه انت دلوقتي في الوقت دوت انت هتجيب مين البديل؟ يعني برضو انت الزمالك قاعد بص اسبوع 10 ايام 25 او 30 مدرب مرشحين،
وفي الاخر وصلت لباتشيكو اللي هو ممكن نقول اللي هو الاختيار كان في 2015 الاختيار المتاح موجود. الاختيار المتاح الاقرب يعني مثلا يعني. نفس الكلام اللي هو الاهلي عايشه. الاهلي برضو انت بتدور على بديل مين؟ انت دلوقتي الحل الوحيد اللي انت بتتكلم فيه اللي مثلا يكون مثلا بديل مؤقت اللي هو مثلا محمد يوسف مثلا بحكم ان هو موجود في النادي يقدر دي الوقت مع دوري ابطال افريقيا. انت عشان تجيب واحد من بره لازم تجيب واحد مثلا اشتغل في مصر قبل كده مثلا. مين البدائل قليله. انا شايف ان هي بدائل يكون عندك مشكله فيها كبيره جدا يعني بس هو يعني موقف لا يحسن اداره النادي الاهلي. فايلر خلاص واضح بس انا مش عارف هو فايلر هروح فين. يعني تيجي تتكلم راتب كبير الراتب دوت مقياسا بالرواتب هناك في سويسرا بس هو مش هيروح سويسرا. هو عنده منصب واحد جنت البلجيكي او نادي في مدير الكلمة. رياضي في نادي جراس هوبرز السويسري في عرضيه من السعوديه. الفكره مراته كمان هي السبب الاساس في الموضوع كله. مش حابه تعيش بره. العروض اللي هي في اوروبا ما اعتقدش هتعوض يعني ماديا العرض يعني مبلغ راتبه في الاهلي كبير مش قليل. 230 الف دولار هو جهازه الفني في الشهر صح كده. هو 200 الف دولار بس مثلاً. هو لوحده 200 الف دولار برضه رقم مش قليل. رقم كبير طبعا. رقم كبير جدا. رقم كبير. طب انت هتاخد الرقم دوت. انا برضه مستغربها يعني مثلا عارف كارترون كان يعني كارترون موضوع كان واضح مثلا في الزمالك ليه فلوس اكتر جايه لك بمزايا اكتر مثلا. واضح هو راجل واضح. لكن ده انت بتلعب انت مع النادي الاهلي عندك بطوله كبيره لسه واخد الدوري علاقتك كويسه بالجماهير عشان تمشي في الوقت ده. انا مش فاهمها يعني زي ما انت قلت العروض اللي هو بتقول عليها دي ما اعتقدش في واحد فيهم هيديله الرقم دوت او لو حتى اداله حاجه بسيطه مش مقابل مش هيعوض لك الفرق اللي انت عندك بطوله افريقيا ممكن تكسبها مثلا. لا انا مش في حاله غريبه مش فاهمها يعني. طيب عراقي هسالك سؤالين. فايلر ممكن يكمل ولا لا ومين هو البديل؟ هل البديل الكابتن محمد يوسف وهل انت الزمالك عشان تعاقد مع باتشيكو وبالتالي هو دور في القديم فجاب؟ قال لي وضع مختلف في القديم بالنسبه له ما عندوش غير لاسارتي ما عندوش غير كارتيرون فدول القديم اللي ممكن نتكلم فيهم كمان مارتينيول. فانت شايف ايه؟ خلينا بس نتكلم نقطه محدده كده. اول حاجه ريني فايلر مش هو المدير الفني للاهلي الموسم الجديد. دي الحاجه الاكيده ان فايلر مش مكمل. فايلر كده وماضي عقد ان هو يعني مستمر مع الاهلي لحد شهر 7 الجاي. ده العقد ده لن يفعل خلاص. ده امر شبه تم الاتفاق مش شبه هو تم الاتفاق عليه. الكلام دلوقتي على حاجتين مهمين جدا. يا اما يوم الخميس وده هيتضح من يوم الخميس وده اعلنه الاهلي في بيانه ان هو اكد ان هو هيتم الاعلان الرسمي يوم الخميس. طب الاهلي ليه مستني يوم الخميس؟ عشان دلوقتي في شرط جزائي طبعا زي ما كلنا عارفين ان هو 1,150,000 دولار. بنتكلم في رقم كبير برضو. الاهلي طبعا مش حابب يدفعه ولا فايلر حابب يدفعه. طب يوم الخميس ايه اللي هيحصل؟ زي ما يحيى قال بس مش فايلر اللي عرض. الاهلي اللي عرض. الاهلي عرض على فايلر ان هو هنلغي خلاص السنه الاضافيه. مش هنمد سنه مع بعض. احنا عقدنا المفروض يخلص اخر السنه دي. مش هنلغي العقد ده خالص وهنمضي عقد جديد شهر واحد بس. عشان بس ما فيش حاجه اسمها جنتلمان. اتفاق جنتلمان ده مش هيحصل. مش هيحصل اتفاق جنتلمان ليه؟ لان انا لو عملت اتفاق جنتلمان دلوقتي الراجل ده مش محاول ياخد مكافاه بطوله افريقيا. النهارده انا فسخت مع مدرب تمام. هي دي النقطه الخلافيه. لا خلاص قصه اتفاق جنتلمان وان احنا نفسخ 3 شهور فكره ان احنا نفسخ دلوقتي تمام والراجل يقعد شهر بشكل ودي دي خلاص مش موجود. لان الاهلي اتاكد بشكل قانوني ده ما ينفعش ان انا النهارده طب انا هديله مكافاه مكافاه افريقيا بناء على ايه؟ لو خد بطوله افريقيا هياخد مكافاه بناء على ايه؟ انت راجل المفروض قاعده مفسوخ. ده ما ينفعش. دي نقطه مهمه جدا. هل اداره الاهلي هترضى تديله الثلاث شهور ولا هيبقى في تفاوض في الحته دي؟ لو خد افريقيا هياخدهم طبعا. لو خد افريقيا ده لو سيناريو رسمي. انا بتكلم لو استمر الشهر. لو استمر الشهر قانوني ليها. لو استمر من غير عقد مش استمر من غير عقد مش عقد ثلاثة في واحد. فهو دلوقتي المخرج القانوني المخرج القانوني ايه او الموضوع ايه؟ تمام. اللي هيتم ايه؟ ان خلاص مفيش تمديد للموسم الجديد بس ممكن يتم تمديد شهر. الاهلي عرض على فايلر الكلام ده. فايلر طلب ايه؟ طلب ياخد الشهر ده مؤقت. انا هقبض النهارده اخر الشهر ده هاخد مرتبي بتاع الشهر اللي فات. عايز الشهر الجديد اللي انا هقعده ده مقدم وعايز مكافاه الدوري. مكافاه الدوري اللي هي شهرين عايز. طيب الاهلي قال له الاهلي طبعا شايف ان مكافاه الدوري ما تدفعش دلوقتي. مكافاه الدوري بتدفع للعيبه والجهاز اخر الموسم. الاهلي حسم قبل 7 جولات بس ده حاجه مش موجوده في الاهلي. الفلوس دي في اخر الموسم. كل دي امور برده عاديه. النهارده هل الراجل هيوافق؟ يعني الاهلي اعتقد هيوافق عليه. هل النهارده قرار فايلر برده رابط كل ده بقى لما يسافر؟ طب اوقع خلاص اوكي حتى لو وافقنا لك على كل ده هتوقع؟ لا مش هوقع. هتوقع امتى؟ لما سافر سويسرا. هو مسافر امتى؟ بعد ماتش الترسان. فيوم واحد خلاص انت قدامك من يوم واحد ليوم 10 تقدر تفسخ. اداره الاهلي طلبته ان هو بشكل رسمي يوم واحد الصبح يبلغهم بقراره النهائي موافق تمد شهر ولا لا. نفرض ان فايلر يعني قال خلاص همد شهر. اوكي تمام. الراجل هيمد شهر هيوقع عقد جديد وهيبقى مدير فني الاهلي حتى نهايه بطوله افريقيا. بمجرد ما فايلر يرفض الاهلي محضر خلاص محضر جواب
الارسال ليه لفسخ عقده، عشان الاهلي يبقى هو اللي مبادر بفسخ العقد وما يتقالش ان الراجل مشي، لا احنا اللي فسخنا عقدك واحنا اللي مشيناك. الجواب ده اتحضر خلاص وكتب وكل حاجه، فبمجرد رد الراجل هتفرق مع اداره الاهلي، هتفرق احنا لو احنا جماهيريا برضه جماهيري غير جماهيريا يعني ايا كان الوضع. يعني انا بقول لك معلومات، انت خرجت من قصه الشرط الجزائي بقى خلاص، انت خلاص هو كده كده، ما هو بيتكلم من 1 ل 10 الاثنين يقدروا يفسخوا، سواء فايلر يقدر يفسخ او سواء الاهلي، بس الاهلي عايز يبادر ان هو لا انا اللي مشيتك مش انت اللي مشيت، لا انا اقول لك على حاجه، لا هي هتفرق، احنا كده بصينا هتفرق بدليل ان فايلر نفسه مش هيبقى حابب ده، يعني فالها عايز هو اللي يفسخ، لان ده برضو بتفرق ان انت اللي مشاكل، لا تفرق كتير. وانا شايف ان مش ده الموضوع، هو الموضوع ان يوم الخميس، ليه يوم الخميس؟ لان يوم الخميس هيتم اتخاذ القرار النهائي، الراجل ده هيجدد شهر او هيمشي نهائي، مفيش فايلر السنه الجايه. طبعا في مدربين دلوقتي على الترابيزه، في 3 مدربين، والاهلي يعني يمكن كابتن الخطيب بالتحديد كان في كلام طبعا كبير ان كابتن يوسف هو اللي يجي مدير فني مؤقت، وده موجود، كلام موجود، بس يكون كابتن الخطيب مش حابب ده، هو حابب ان اليوم اللي فايلر يمشي فيه يتم الاعلان عن مدير فني جديد. المدير الفني مش مدرب ضرب الاهلي قبل كده، مش هيجي مدير فني ضرب الاهلي قبل كده، ده موضوع كالدرون الان جريس هوجو براس، الاسامي في اسماء طبعا في اسماء مطروحه، انا برضو ما اقدرش يعني في اسماء ممكن اكون عارفها مترشحه مش هقدر اقولها، بس ما اقدرش اجزم ان انا عارف كل الاسماء، بس في دلوقتي 3 4 اسماء هم دلوقتي مدرب تشيكي باين وسريالي والماني، في سريه في الموضوع طبعا، الاهلي عامل سريه كبيره قوي، المصدر العراقي بيختار معاهم، فما ينفعش يقول لا مش مختار معاهم، انت الزمالك هو اللي عرض عليهم، لا مش عادي، الزمالك كان عادي، بالنسبه للزمالك كان كل يوم بيقول عندنا 4 بيو 2 بيو 3، لا بس ما بيخلوش بيقولوا اسماء، ما احنا هنروح للزمالك، بس الزمالك ما حد يعني انا بس عايز عشان اقول لك كم نقطه بس في موضوع فايلر عشان نقفله، خلاص بيقول لك ما ينفعش اقول، لا مش هينفع اقولها، لا ده بناء يعني وعد يعني. بالنسبه للموضوع برضو في نقطه مهمه كبيره، يعني حتى ما ينفعش تقول مرشحين، لا المرشحين ما قالهم مرتوم، انا عمر هوجو براس كالديرون هو قالهم عمر، في اسماء قالهم عمر انا صح، كبريا الاهلي في نقطه مهمه، الاهلي عنده دايما كبريا، مش هيسيبك والله مش هيسيبك، هو منهم عايز عمر بعد اذنك اسال انت، هو منهم ولا ايه؟ انا اتفاجئت، لا السنه دي فتره ما جتش معانا، اول اتغير خلاص، ده كان بيقول ده كان ما بيصدق، لا ممكن بره هو يقول، لا بدل في، لا بدل حد يعني استأمنك على معلومه، ما ينفعش حتى لو ده صح، في برضه نقطه مهمه على كبريا الاهلي، جمهور الاهلي دايما زي يحيى ما قال ان النهارده الجمهور خلاص، عمر قال قصه الجمهور وعلاقته بفايلر، دايما الجمهور الاهلي عنده كبرياء مختلف، دايما انت الراجل مش عايزنا طب ولا احنا عايزينك، هو ده دي حاجه بتميز جمهور الاهلي قوي، وبتوصله دايما للاداره، والاداره ابتدت تتعامل بالشكل ده، لا خلاص حتى لو احنا متمسكين بفايلر ان هو مدرب كويس، لا مش هنقدر يعني نتمسك بيه اكتر من كده. سبب وضع الشرط الجزائي برده في نقطه يحيى برده اتكلم فيها، ليه الشرط الجزائي ده تم وضعه؟ الراجل لما سافر سويسرا ما كانش عايز يرجع، واداره الاهلي كانت بقى ساعتها هو طبعا في السماء، ازاي مدرب بيمشي في الوقت ده، ما كانش عايز يرجع خالص، بعد ما كان عايز يفسخ عقده على فكره في الوقت ده، او ما كانش عايز يجدد الموسم الجديد، خلاص انا اكتفيت بالفتره دي وهمشي، بس اداره الاهلي كلمته في بطوله افريقيا، تعدك بطوله افريقيا وعندك حاجه كتير وبتاع، قال لهم انا خايف على اسرتي، في وباء عالمي، كان ساعتها طبعا الوباء يعني شديد جدا، في وباء عالمي، انا عايز ابقى اقدر ارجع لاسرتي في اي وقت، لو انا مضيت معاكم عقد جديد ده مش هيضمن لي ده، فهو تم بقى الاتفاق في الوقت ده ان يتم وضع البند ده، ان احنا في اخر السنه، طب اوكي لما السنه تخلص، طبعا بناء على بطوله افريقيا كانت تخلص في شهر 10، ده برضو عمل دروب كبير لما تم تاجيل بطوله افريقيا شهر، ده عمل مشكله لاداره الاهلي وعمل لفايلا، لو كان بطوله افريقيا في ميعادها ما كانش هيبقى فيه مشكله، بس طبعا تاجيل بطوله افريقيا شهر ده اللي عمل الدروب ده كله، فيمكن ده سبب وضع الشروط الجزائيه. فايلر عنده عروض؟ لا فايلر عنده عروض بارقام اكتر بكتير جدا من اللي بياخدها في الاهلي، الرقم اللي في الاهلي بياخده كتير 200,000 دولار، بس هو عنده يعني عروض 350,000 دولار، عنده عرض 350,000 دولار، تمام ده صحيح. طيب عايزين ناخد خبر عاجل، يمكن وصول باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك لمطار القاهره، يمكن هنعرض لحضراتكم الصوره من مطار القاهره قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين، وكان في استقباله أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، علشان يبدأ من بكرة إن شاء الله أولى جولاته مع نادي الزمالك في التدريبات وفي وجوده في مصر بشكل عام، أكيد نتمنى له التوفيق زي ما احنا كمان بنتمنى للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي في حالة الإعلان عنه، وكمان التوفيق علشان الاثنين يكونوا موجودين نهائي دوري الأبطال. عايزين نخرج بس من فايلر شوية، عايزين نعلق على باتشيكو علشان خاطر الوقت ما يسرقناش، هل حضرتك شايف إن باتشيكو هو الاختيار الأنسب لنادي الزمالك كونه مدير فني للفريق في الظروف اللي الزمالك بيمر بيها في الوقت الحالي؟ هو انا دايما ما بتفائلش بالولايه الثانيه للمدربين في الزمالك اللي بيكونوا مشيوا ويرجعوا تاني، عكس الاهلي مثلا يعني جوزيف عكس الاهلي كان الاهلي كان هو جوزيف تقريبا، بس لكن انت عندك في الزمالك كان كابرال وكان هيلر ميشيل، كان كابرال كان هيلر ميشيل، كان في تجارب كذا مره، الولايه الثانيه دايما بتبقى فيها مشاكل اكتر وممكن ما تكملش، لكن احنا محطوطين قصاد امر واقع،
انا شايف ان الموضوع بالنسبه للاختيارات كان ضيق جدا والوقت كان ضيق جدا، وعندك بطوله افريقيا وحلم كبير ان انت تحقق دوري ابطال افريقيا تاني من جديد، المده قصيره المده الزمنيه، وهو دي العروض الاكثر متاحه والاكثر معرفه باللعيبه في افريقيا او في مصر بوجه عام، فبالتالي هو ده اللي اداره الزمالك قدرت ان تتعاقد معاه في التوقيت دوت. وانا شايف ان هو برده مدرب زي باتشيكو كان مدرب كويس مدرب حلو. مدرب حلو ولا مدرب كويس؟ يعني هيقدر ان شاء الله ان هو مع نادي الزمالك هو يقدر يعمل حاجه مع الزمالك، لكن هي بقى هنشوف هي فكره الفتره الاولانيه ديت هيقدر يتاقلم مع الفرقه ويحفظ اللعيبه ازاي او الكلام ده كله ولا لا، وهو ده اللي احنا هنقدر من خلاله نحدد ان احنا نشوف اذا كان في التفاهم ده حصل سريعا ولا لا قبل الماتش بتاع البطوله الافريقيه، فده هيبقى بيفرق كتير جدا، والنجاح انا شايف ان هو ممكن يبقى بسهوله جدا مش بشكل كبير. استاذ عمر، يمكن باتشيكو شرط الجزائي اللي موجود في عقده 400,000 يورو، نتكلم في 3 شهور. حضرتك شايف ان الزمالك اتعلم من كارتيرون في عقده الشرط الجزائي ولا الموضوع مش فارق؟ يعني اي مدير فني حتى لو مش حابب يقعد ممكن يفسخ بالطرادي، ممكن بقى يخسر نفسه عشان خاطر الزمالك يدفع له شرط الجزائي او اي فريق، مش بتكلم بس على الزمالك. فعليك شايف 400,000 يورو مبلغ كويس بالنسبه لباتشيكو وفسخ عقده؟ بس هي قصه مش قصه شرط الجزائي، ما انت ما هو 52 اللي هو بتوع كارتيرون مبلغ كبير برضه، لانك اللي بيجي لك العروض يعني كارتيرون كان شهرين صح كده؟ كان شهرين كان شهرين هو جابهم ده هو سددهم دفعهم 250,000. انا عرفت ان في الكواليس ان هو ما كانش قابض شهر فخصم شهر من مش هتفرق يعني شهر دفع المبلغ كامل دفع المبلغ كامل لانه يعني خد مبلغ كبير يعني تقريبا ثلاث اضعاف مرتبه في الزمالك واخده هناك ماشي. بس هي القصه مش كده، قصه اللي انت دلوقتي باتشيكو هو كان انا من رايي هو كان الحل الاوحد للزمالك، كانش في غيره يعني المناسب للظروف اللي انت فيها. انت قدامك اقل من شهر يعني 20 يوم تقريبا على اول ماتش مع رجاء، لازم عندك مواصفات يعني شروط محددها اللي انت هتجيبه. انت جالك ناس كتير يعني سيرزتين ناس كتير، وصل الموضوع لحد معلوماتي خمسه مثلا، خمسه دول فيهم كالديرون فيهم فيريرا كان فيه جيروس كل دول مطروحين يعني، كان فيه مدرب ايطالي برده كان من ضمن الاسامي اللي هي كانت تبقى مفاجاه. بس انت وصلت انت عايز واحد حافظ الدوري المصري حافظ التعامل مع اداره الزمالك اشتغل في افريقيا 2015 مش خمس سنين كتير بما انه حفظ فممكن يكون نسي يمكن قاد الزمالك 12 جوله على ما اعتقد انا بس بسال بس طبيعه اللعب رقم واحد رقم واحد بس هو عارف الاجواء الموضوع مهم جدا كتير. انت في رئيس النادي هو مرتضى منصور موجود امير مرتضى موجود في المنظومه قريب من القرار كان معاه كابتن اسماعيل يوسف كمدير كوره وانت فاكر حاليا هو دلوقتي عضو مجلس الاداره وليه يد عليا في ملف الكوره انت عايز واحد وجهه نظر الكابتن اسماعيل يوسف التعامل ان هو مدرب كويس جدا ولا حاجه هو يعني تجربته مع الزمالك الرهنيه كانت قصيره لكن تالت هو مدرب كويس كسب اول ست مباريات مدرب كويس وظروف الزمالك عنده هدف واحد بس الوقت بتاع اللعيبه دلوقتي افضل ولا 2015 الوقت اللي كان موجود فيه باتشيكو هل اللعيبه في 2015 لا دلوقتي بكتير دلوقتي انت الزمالك حاليا عنده افضل مجموعه موجوده في الدرجه الشخصي اي مدرب يقدر ينجح معاها الظروف اول حاجه يعني كارتيرون انا يعني كنت مدان هو مشي ليه لانه اكتر واحد خد فرصه ان هو ليه كل الصلاحيات والامكانيات واللعيبه وكل الامور مهيئه ليه ان هو ينجح ماشي كويس جدا ويعني حتى انت تخيل انت مدرب بتخسر بطوله مثلا دوري خلاص بتحسم للنادي الاهلي والاداره بتقول لك مش مشكله احنا عندنا هدفنا بطوله افريقيا مفيش ضغط عليك خالص مثلا باتشيكو جاي هو عارف هو اول حاجه من ضمن اللي انا فهمته ان باتشيكو قال احنا هنقاتل على البطوله عنده حاله حافزيه وعنده حماس للبطوله رغم ان هي الفتره قليله لكن متفائل جدا بيتكلم في منطق ان هو يعني الزمالك قادر على البطوله مبسوط جدا من اللعيبه اللي موجودين بيتكلموا برضو ببعض اللاعبين اللي هو مرشحين ينضموا للزمالك خلال الفتره الجايه كل امور شايف انها مهيئه للنجاح المره دي رغم ان مثلا كان في خلاف عليه او بس في بعض الناس مش حباه عشان هو ساب النادي في وقت صعب يعني ما مشيش برغبه النادي ما راحش الشباب السعودي لكن في كل الاحوال خلاص هو بقى واقع وصل في حاله ترحيب الاداره بتدعمه كل الاجواء حواليه مهيئه ان هو يقدم نتيجه كويسه نتمنى طبعا ان نهائي افريقيا يكون اهلي والزمالك بالتاكيد يعني طيب علي يمكن نادي الزمالك عرف خلاص يظبط اموره في ناحيه التدريب او ناحيه المدرب وتعاقد مع باتشيكو الزمالك عنده مشكله ثانيه مع بعض اللعيبه زي اوباما فرجاني ساسي اللعيبه اللي عقودها ممكن تكون بتخلص كمان مصطفى محمد واحد بيجي له عروض ايا كان بقى من هولندا من تركيا
من اي مكان. فانت بتتكلم على ان انت عايز كمان تستقر على تجديد عقود لعبتك اللي كمان محتاجه فلوس كتير. ساسي بيتكلم في 2.25 مليون يورو في السنه. مين قال كمان؟ نعم مين قال كمان من ناحيه مين قال ان هو في العروض جايه؟ العروض ديت بيراميدز قعد مع وكيل فرجاني ساسي وقال له معلوماتك يعني. لا انا بقول لحضرتك اللي انا عارفه ان فرجاني ساسي الافضليه بالنسبه له الزمالك، بس لو هياخد الفلوس اللي هو عايزها. بس هو اصلا بياخد في الزمالك 1800. لا وبيراميدز كده عايز لعيب خط وسط جامد يعني، ده امر منطقي ان هو بيراميدز كان حتى داخل حمدي فتحي وقال ديانج. فهو بس انا من التعامل مع فرجاني ساسي منطقي اكتر. انت قلتها في بدايه كلامك يعني هو حابب الزمالك طبعا. انا مش انا قلت في الخبر اللي قلته قبل كده، قلت ان فرجاني ساسي عايز الزمالك ولكن هو عايز نفس المبلغ اللي بيراميدز عرضه عليه. هو اصلا الزمالك بيحاول ينزل معاه من 1800 لاقل علشان خاطر الزمالك، يمكن الدنيا كلها بتمر بظروف. فسؤالي للعراقي، هل انت شايف ان الزمالك؟ لا بس قبل السؤال بس معلش انا مختلف طبعا معاكم، مش هسمع كده. تعرف في حاجه اسمها فرجاني ساسي عايز الزمالك ولا بتاع؟ كان رمضان صبحي في الاهلي، مش هسمع كده خالص. لا 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 دي نقطه مهمه. لا 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 تفرق شروط شخصيه. ده اولا لعيب محترف يعني، ده لعيب محترف ولا انا عارفه المعلومه اللي عندي؟ لا لعيب محترف. لا بس قبل المعلومات ما تجيبش المعلومات. لا لا ما تجيبش المعلومات دلوقتي، بعيدا عن العروض اللي عنده. انا النهارده يعني لو بنتكلم، لو في لعيب بقى على الانتماء وبنتكلم على القصه دي. طارق حامد قعد في الزمالك ورفض. طارق حامد قعد. لا احنا لسه برضو لما نحسب. لا لا نفس الموقف. لا لا استنى بس دلوقتي الوضع الجديد جاي مختلف. الوضع الجديد جاي في وضع جاي مختلف دلوقتي. في نادي اسمه بيراميدز، قوة شرائية كبيرة، بيعرض على لعيبه ممكن ضعف وضعف. كان العرض بيراميدز برضه على فكرة. لا 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 ساعتها كان بيراميدز. لا بيراميدز سياسته اتغيرت. بيراميدز السنة اللي فاتت مش هو بيراميدز السنة دي. بيراميدز السنة اللي قبلها مش هو بيراميدز السنة دي على فكرة. وكان أكتر. لا قبلها كان أكتر، بس السنة اللي فاتت لا ما كانش أكتر على حاجة. السنة اللي فاتت ما كانش أكتر كتير. ما هو في فرق كبير. لما تعرض على طارق حامد. ولما تعرض على طارق حامد في فرق كبير. أنت الزمالك مثلا بيعرض عليك مثلا أنت بتاخد في الزمالك 12 مليون. في فرق كبير لما أجي أقول لك هديك 15. وفي فرق لما أجي أديك أقول لك هديك 30 مليون. بس معلومة في فرق كبير. معلومة إن رمضان صبحي لما اشترى نادي بيراميدز من هيدرسفيلد كان بأقل من عرض الأهلي. هو بيتكلم على الفلوس اللي لاعب بياخدها. لا بيتكلم على الفلوس اللي خلص. أنت بس فرجاني ساسي في لعيبه في الزمالك ممنوع الاقتراب منها مهما كان الرقم. رمضان صبحي كان ممنوع الاقتراب منها. عدوا يخلص. لا ورمضان ما خدش ممنوع الاقتراب. بمعنى اللي بقوله احنا متفقين على حاجة. أنا وهو متفقين إن هو اللاعب حابب يقعد. أيوه طبعا. لو هياخد الرقم. طيب ما رمضان صبحي كان كده. لو بيراميدز عرض الضعف هيعمل إيه؟ مش الضعف. هو لا انا مساك الضعف. اولا بيراميدز ما عندوش ارقام اللي بتتكلم فيها. انا بقول ليه هو احمد فتحي اصلا ماشي بكام؟ هو الاهلي عرض عليه كام؟ الاهلي عرض عليه 11 مليون راح خد 17 مليون. مش حقيقه. لا ازاي مش حقيقه؟ انا بقول لك بس ده يعني احمد فتحي في 3 سنين في بيراميدز اخد كام؟ وثلاث سنين وسنتين. طيب مضى بسنتين ب 25 مليون. لا احمد فتحي 3 سنين برضه. قد ايه؟ 25 مليون. لا لا احمد فتحي 3 سنين. الاهلي كان عرض عليه سنتين. انا بقول لك لا اعلنوا سنتين. ايوه بيراميدز اعلن 3 سنين والله. بس هو في سنتين ماشي واخد كام؟ لا انا مش عارف. واخد 12 و13. انا النهارده عرض الاهلي. لا 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 طبعا. الاهلي قال لك. طب الاهلي ما وصلش ل 10 مليون ولا 8 مليون. لا 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 يا كابتن عمر. ده الكلام اللي بيروجوه. لا طبعا يروجوه زي ما يروجوه. لا بص معلش يا كابتن معلش عشان بس. لا لا بس اشتري بس. هو خرج من. لا لا في دي معلش. لا لا الكلام ده صح. ده كلام هو نهائي. ده اللي عمل 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 والله كداب. انا بقول لك والله كداب. يعني ده راجل الاهلي عرض عليه. ده هو الاهلي اعلن. الاهلي عرض عليه 11 مليون و12 مليون سنه. لا ماشي 12 مليون هو النهارده هيمشي ليه؟ 25 مليون هيمشي ليه؟ انت عارف بقى اقول لك بص هو اخذ دبل الرقم في 3 سنين. لا هو 11 مليون الاهلي عرض عليه سنتين بس. هو الاهلي حاليا عايز يرجعه ليه؟ الاهلي مش عايز. الاهلي مش عايز يرجعه. مش عايز. لا هو لا على فكره هو القصه كلها ان هو عايز نفس الاهلي خلاص. لا 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 تمام عايزين بس مش هينفع. لا لا ممكن يبقوا عايزين بس نفس بس الطلب. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله الكلام ده ما حصل. لا بسياسته يا عمر هتوافق على السياسه؟ هتوافق ان انت تنزل تاخد 11 وسنتين بس؟ في حد لسه مكلمه تاني كنت لسه عاملينها مشكله بس خلاص مش. طب بعد. لا طيب ماشي ماشي خلينا. لا بص 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 الموضوع لا لا انا بس انا من. لا لا احمد فتحي معلش انا بس انا مختلف معاك جدا. احمد فتحي الاهلي عرض عليه 11 12 مليون بس عشان برضو دلت يبقى برضو كلام. ايوه 11 12 مليون من الاهلي. بيراميدز بياخد 17 و18 في السنه الواحده وبدل سنتين في الاهلي هناك 3 سنين. لا ده رقم خزعبلي. يعني 17 18 يعني انت ايه يعني 17 و18 سنه 17 18 يعني زياده سنويه غير كده زياده سنويه. لا لا كلام عارف يا واخد واخد في بيراميدز ايه اول سنه كاش. لا لا بس لا ابدا على كاش. اه ومفيش نسبه. اقسم بالله انا بقول لك يا محمد الحان اللي بيعلن ده عمر. ما هو بيراميدز كان بينفي اساسا انه بيدور في رمضان صبحي. وبيراميدز كان بينفي انه بيفوض احمد فتحي. فمعلش في مسؤولين كتير بيكذبوا عشان ايه يظبطوا الدنيا. فمعلش المسؤول اللي قال كده طبعا طبعا الا بقى لو كده يبقى احمد فتحي عنده مشكله كبيره جدا في التفكير. طيب ما هو احمد فتحي الاهلي عرض عليه الرقم دوت وراح بيراميدز بزياده مليون. مين قال الاهلي عرض عليه كده؟
ما الاهلي عوض عليه كام؟ مين قال؟ ازاي؟ ما الشناوي اهو الشناوي يعني الشناوي بياخد 11 مليون. يعني انت يا عمر لا تثق في قول الواحد اللي بيجيب 11 مليون بيقول لك العفريت بيخلي له فين. لا لا هو الشناوي بياخد 11 مليون. صح صح الفكره بغض النظر اتغير اول مره خالص. لا والله خالص ده لا موضوع فتح كده خالص. موضوع فتح ده مقفول. موضوع فتح ده مقفول لان هو لو كان لو كلام عمر ده صح لو كلام كابتن عمر صح بنتكلم على المنطق بتاع البيراميدز والانديه الاخرى. لا لو لو النهارده بيراميدز معلش لو بيراميدز النهارده ولا كان فرجاني مضى من فتره يعني لو النهارده بيراميدز عرض فلوس اكتر من الزمالك بكتير انا بقول لك انا ممكن اتوقع انا معاك ان فرجاني لو فلوس قريبه انت عارف فلوس قريبه بس لو الفلوس لو في شيفت كبير لا طبعا انا عارف الثلاث انا معاك اللي ممكن يجددهم في بيراميدز ياخد كام زياده عن الزمالك؟ بس انت مليون يورو ماشي. تقريبا بالظبط يعني لو اخذ 350 او 400 الف يورو في السنه زياده يعني هنقول 350 فانت عندك مليون يورو زياده في عقد فرجاني ساسي زياده عن الزمالك واللي بياخده فيه. انا عايز اقول لك على حاجه في الزمالك في وقت بس هو اصلا عندي قناعات ان انت في لاعبين ما ينفعش تسيبهم يفكروا كده يعني مثلا انا كنت مثلا بختلف عن الاهلي موضوع عبد الله السعيد. عبد الله السعيد ده لما نيجي نتكلم عارف لو وصلنا حتى للرقم اللي هو في وقتها كان رقم صعب جدا بس دي غلطه مين في الاهلي؟ بتاع عبد الله السعيد غلطه مين؟ صلاح حفيظ طبعا. صلاح حفيظ طبعا لما قال له روح شوف حاله كده حاجه معروفه انا ما اعرفش تفصيل انت عندك لا لا تمام بس انا انا بس على النقطه بس النقطه بس معلش بقى معلش عشان برضو ايه انا بالنسبه لي انا عاد فتح ده لا لا انا عاد فتح انا عاد فتح ده هجيبه وابعته لك بس هو مش راح انا عاد فتح ده في عندنا جيش اهلي لا 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 انا عاد فتح ده قدامكم كده بس انا مش يعني عشان بس احمد فتحي يعني انا جايب لك العاد ده واوريك الارقام بتاع بيراميدز عشان توريها تحطها في ان مسؤول بيراميدز دي اول نقطه نرجع بس ايا كان بقى ايا كان ايا طبعا كل احترام بس انا بقول لك المعلومه مش مسؤول اصلا ايا كان مين اللي قال ايا كان مين اللي قال لعيب ايا كان انا بص عنده مشكله بيوجه خلاص خلاص لا خالص والله انا عارف فتحك على بص لازم يقعد طيب احنا برده مش الزمالك برده اوباما فرجاني ساسي اللعيبه دول ازاي الزمالك كده يحافظ عليهم اولا باتشيكو جه بعد اعتذار اكتر من اربع مدربين كبار في الزمالك يعني باتشيكو ده كان يعني خيار بعيد جدا 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 الزمالك اضطر ان هو يجيبه فدي حاجه طبعا متفقين عليه. في نقطه برضه ثانيه الزمالك ارتكب خطا كبير هو عدم تواصل الاتفاق في فرق لا كبير. في ناس اعتذر كتير لا في فرق او في عدم تواصل الاتفاق في ناس اعتذر ان بروس كان عايز يجي وبلا المدرب البرازيلي بروس كان عايز يجي والارجنتيني كان عايز يجي لا كان عايز يجي فانت بتتكلم في ايه لا لا يعني هو ما كانش هو ما كانش اول 3 او 4 في الزمالك هو كان بعد ما كانش الترتيب ده ما كانش يعني هو بعد مش اعتذار انا بقول لك الكلام ان انا بقول لك مش اعتذار هو عدم تواصل الاتفاق ما عادي ما انا ممكن ما هو ما ده معناه ان انا بعتذر ما هو النهارده لما تيجي تقول لي هناخد مليون في فرق ان انا اجي اتفاوض معاك واعرض عليك كل حاجه وانت تقول لا انا مش جاي برضه وفي فرق ما انت بتقول لي ايه لا احنا ما وصلناش للاتفاق انت عايز مليون انا عايز 2 مليون فلازم متواصل مسميات مش مهم المهم ان باتشيكو ما كانش اختيارات في اول 3 اختيارات في برضه نقطه ثانيه مهمه موضوع الشرط الجزائي محطوط في عرضه 3 شهور يعني تقريبا الزمالك ما اتعلمش اي حاجه من موضوع كارتيرو دي نقطه مهمه جدا دلوقتي في العالم كله دلوقتي في العالم كله لا مفيش كام دلوقتي في العالم كله شروط العقد مقفول بمعنى انا النهارده ماضي معاك سنه تمام مشيت بعد الشهر الثاني تدفع لاخر السنه على فكره فايلر كان عقده كده فايلر كان عقده ان هو يدفع لاخر السنه او الاهلي يدفع لاخر السنه بس هو اصر عشان موضوع كورونا عشان موضوع كورونا وحط تحت موضوع كورونا ده 100 خط يعني لو ما كانش في كورونا النهارده اولا البند بتاع من 1 ل 10 ل 10 10 ما كانش هيتحط ثانيا العقد كان هيبقى مقفول وما كانش هيقدر يمشي الا لما يدفع الفلوس لحد شهر 7 يعني لو حسبنا دلوقتي هنتكلم في 10 شهور ففكره العقود شهرين وثلاثه دي ما بقتش موجوده مع العلم ان المدرب غير اللعيب المدرب دايما عنده انت مش هتقعد مدرب غصب عنه ممكن تقعد لعيب وفق العقد أيوة بس المدرب اللي عايز يمشي هيمشي فانا النهارده انا بتكلم لا المدرب بالذات المدرب انت مالكش سلطه عليه المدرب انا النهارده ما عندوش قصه هتعمل ايه هتقول لي مثلا هقول لك امشيك فانت تقول لي لا او مش عارف ايه او العكس فيجي المدرب يروح مبالطك مثلا في الملعب ويبوظ الدنيا وبتاع فانت تضطر انت تمشيه وانت تدفع شرط الجزاء فالمدرب هو العنصر الوحيد اللي ما ينفعش نحسبها معاه ايه اللي هو هتقعد يعني غصب عنك لا مش حاسس كده هو مش لعيب تجاري حتى الان هو مش لعيب عقده عقده تجاري انت طب انت ما قلتليش على اللعيبه يعني الزمالك دلوقتي انا قلت لك لا انا رايي طبعا اوباما اساسي اوباما هيجدد اوباما قلت لك انا عايز اقول لك على حاجه هو في الدوري الاساسي هيبقى فيه مشكله كبيره لو بيراميدز عرض عليه رقم كبير هيروح بيراميدز بص انا كان عندي معلومه في وقت من الاوقات ان فرجاني الزمالك ما عندوش مشكله انه يسيب فرجاني ساسي خاصه ان العقده كبير شويه بالنسبه للزمالك في الفتره الحاليه مقابل انه يجيب دونجا من بيراميدز كان ده ممكن في كلام على الجزئيه دي دلوقتي ثلاث لعيبه موقعين للزمالك دونجا عبد الله بكري ورجب بكر دول موقعين لنادي الزمالك من بيراميدز هل حضرتك تقصد من كلامك ان ممكن الزمالك يدخل ممكن تحصل صفقه ساسي. تبادليه في حاجه زي مش كده مصطفى محمد لا مش مصطفى محمد خالص مصطفى محمد مش عايز يلعب في مصر جاي العروض وخلاص وهو تقريبا مخلص مع فنربخشة التركي والمفروض ان هو مش هي مش يعني الوعد ان هو يروح خلاص معين فنربخشة التركي
جاي له جاي له عرض جاي له عرضه ماشي هو جاي له عرضه هو ده الاقرب ليه هو اللي عايز يروحه تمام هو ده بغض النظر عن دي بس في مشكله كبيره هو لسه ما خلصش المشكله اللي حصل ايه الزمالك مش عايز يسيبه غير ما يخلص بطوله افريقيا فبالتالي القيد هيتقفل في 15 في اوروبا تمام فبالتالي ان هو في التنازل عنه يبقى في يناير اللي جاي هو دي ده الكلام اللي حصل ده بقى لسه بقى مش عارفين بقى يحصل وما يحصلش كل حاجه بتتغير عارف ليه دلوقتي مين نادي في اوروبا هيتعاقد مع لاعب في شهر واحد مصري قبل ما يجيبه في البرد ويتاقلم يقعد 6 شهور قبل ما يتاقلم فيخش على الصيف اللي بعديه لا هو في ممكن كبر. هو في ممكن بس هي الفكره ان ساعتها ممكن تتغير انت ممكن انا بقى احتياجاتي في الكنادي اكون قضيتها خلاص طيب دلوقتي العرض اللي انا عايز اقوله لزعمر برضو ان الثلاث لعيبه مقابل 30 مليون لمصطفى محمد ده في كلام كتير بيتقال عن الموضوع ده ان الزمالك وبيراميدز مصطفى محمد رفين بيراميدز انا بسالك عن الكلام ده انا بسالكوا عشان ده معلومه ده معلومه انا جايبها من جوه بيراميدز من جوه بيراميدز بيراميدز جسوا نبض مصطفى محمد وكلموه وعندك مسؤول بيراميدز وانا عندك ولو ما كلموهوش انا هطلع ومش هخش تاني الاستوديو نعم مقابل ايه لا انا بقول لك هم جسوا نبض مصطفى محمد بس بتقول لي عرض خالص لا انا دلوقتي في ثلاث لعيبه من بيراميدز الزمالك عايزه تمام عبد الله ورجب ودونك ومين اللي قال بقى والله العظيم ماضيين في الزمالك طب ماشي اتفقنا التلاتة وايه تاني ومعاهم فوقيهم 30 مليون ياخدوا مصطفى محمد ده العرض ده الكلام اللي بيدور في ذهن مسؤول بيراميدز لكن بيراميدز كلم مصطفى كلم مصطفى حلو هقول لك كل اللي انت بتقوله ده ما اقدرش اطرد عليه انت دلوقتي بتتكلم انا بسالك على فكره انا مش باجزم ان ده ممكن يحصل بس انا كلام انا موافق عليه انا موافق عليه جدا انت دلوقتي بتقول لي نادي شايف ان هو لعيب هيفيده وده لعيب كويس طبعا حلو كده بيقول لك انا هديك واحد واثنين وثلاثه النهارده اي حد مين انت عندك معلومه انت لا لا فاضي دلوقتي بتقول لي هو يقصد يقول ان في طرفين في القصه انت دلوقتي انت بتقول لي معلومه من طرف اللي هو بيراميدز صح كده انت ما رحتش عند الزمالك انا بتكلم على الثلاث لعيبه موقعين في الزمالك ثلاث لعيبه من ده كلام بيتردد صح كده متفقين على كده لا ماشي متردد بس حقيقي انا ما اقدرش اقول معلومه غير لما يتم اعلانها رسمي صحيح حلو كده حلو لان حتى في بيراميدز بينفوا الكلام ده رغم ان ممكن في الزمالك يقول لك احنا ممكن ماضيين عارف عمر احنا هنا قايلين خبر شريف الكرامي واحمد فتحي من شهر 3 اللي فات كل شويه كان بينفوا احمد فتحي نفسه نفالي خبر فايلر خبر حاجات كتير جدا ما حضرتك عارف يعني حضرتك ما انا عارف يعني استاذ الاساتذه كلهم عارف ان حضرتك طبيعي جدا لازم النادي ينفي مره اثنين وثلاثه لو ما نفاش الموضوع النفسي زي المصدر كده مهما ينفي ما بيفرقش معانا طيب حضرتك كمل انت دلوقتي بتقول لي حاجه بتقول لي ان بيراميدز عينه نفس عايز يجيب مصطفى من حقه صح كده صح هو عارف ان مثلا الزمالك بيفاوض لعيبه عندهم او عايزهم او مضيهم زي ما انت بتقول كده تمام كده بيتكلم في رقم اللي هو 30 مليون زائد اللعيبه متمنها ب 50 ثلاث لعيبه دول ب 50 بالنسبه انا بقول لك حاجه قولا واحدا بقى بتاعت عراقي واضحه جدا الزمالك محدد رقمه مش هيقل عن من 7 ل 10 مليون 10 مليون عشان يستغنى عشان يفكر يسيبه هو مصطفى محمد حلو كده لكن الكلام المؤكد اللي شفته يعني سمعته وشفته متاكد منه ان هو مصطفى محمد عايز يطلع بره مش عايز يقعد في مصر وارد جدا زي اللي انت بتقول ده ان يكون حد كلمه مفاوضات كلام مين لعيب في تاريخ مصر طلع بالرقم ده مهما كان عظمته 10 مليون انت حضرتك عارف تتكلم في كام في 200 مليون جنيه هو يخلع حاجه مين اعظم لعيب في مصر كهربا لما كان في الزمالك لا انا بتكلم رمضان طلع بسبعه رمضان طلع بكام 7 ايام ما كان استريني كان بكام ب 10 يعني طلع ب 100 لا مش كده ما كانش ب 10 لا في التعويض كانش ب 10 لا كانش ب 10 دلوقتي عادي كان استريني ما كانش ب 10 ساعتها كان ب 20 لا وحتى لو ب 10 هو التعويض خلاص كان ب 20 رمضان طلع في كام 2015 صح تمام التعويض كان 10 قبل التعويض لا طلع قبل التعويض طلع قبل التعويض يبقى كان ب 12 ما كانش ب 10 لما كان في الزمالك ممكن حاجه يا عمر استاذ عمر يا استاذ عمر حضرتك ما تقارنش الخليج لا ما تقارنش الخليج مره ب 2 ما تقارنش الخليج باوروبا احنا بنقول نطلع بره دلوقتي الرقم ده كان ضخم جدا الرقم ده بتتكلم لا ما تقارنش الخليج لعيب يطلع بره بيقول لك الخليج مختلف يا عمر عايز اقول لك على حاجه اول رمضان طلع 18 سنه فانا لما ادفع في لعيب 7 مليون استرليني غير لما ادفع في لعيب 7 منه 10 مليون حتى بتكلم على الاهلي انا بتكلم على الاهلي 21 سنه مين ده؟ على 22 سنه مصطفى كهربا ماشي في 24 مصطفى محمد لسه لا 97 قد رمضان صبحي لا مش 24 لا طبعا قد 77 سن رمضان الوحيد اللي كان ليه استثناء عشان خاطر الاولمبياد كان رمضان لا 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 مصطفى محمد 97 زي رمضان صبحي انت دلوقتي بتتكلم على بيراميدز بيراميدز ده يعتبر سوق مصر اللي هو مشابه للسوق السعوديه حاليا صح كده وخليك انا بقول لك رقم مش رقم يعني 80 مليون بالنسبه يعني للزمالك يعني مش رقم يعني اقول حاجه لما انت تقول لي كارتون شوف الرقم اللي خده كام عشان يروح لما انت تيجي تقول لي اقول لك 10 مليون
ما ممكن السعوديه ياخدوه مصطفى محمد، ممكن يجيب الرقم ده. اه لا، في الخليج صح، في الخليج ممكن، ممكن يجيب كده في الخليج اكتر. ايه اللي يخليني معلش انا اسيب لعيب جامد جدا عندي ولعيب مميز جدا صحيح اسيبه انا نادي بينافسني لما يجي يتكلم بينافسني بشكل واضح جدا وهتديني ثلاث لاعبين، ما انا ممكن اخدهم اصلا بسهوله عادي جدا عادي يعني. وحتى لما تيجي تتكلم لا ادفع ال 50 مليون وابيعه هو براحتي زي ما انا عايز صحيح. لو انت بتتكلم كده صحيح. صح، ما فيش اي مشكله خالص. وخد بالك ان الزمالك عنده الموضوع التفاوضي على اللاعبين، يعني انا شايف ان الزمالك اكثر مرونه وواقعيه في التعامل بالامور. يعني بتيجي تتكلم لعيب تيجي مثلا عبد الله السعيد، ما انت هو حاجه اللي قلب موازين التعاقدات في مصر كلها صفقه عبد الله، لو انت فاكر صح لما مشار مطلع قال لك ايه لا هي صفقه القرن وصفقه سوبر وصفقه لا عبد الله السعيد محسن هي السبب في عبدالله. الناس كلها كانت بتهرج، الناس تقول الزمالك بيهرج ده مش شرط، بيقول مثلا بيلعب مع الاهلي كده مثلا وبيلعبهم، واتفاجئت ان هو وقع فعلا ودخلنا بعدها ودخلنا في مرحله عود اللعيبه. معلش يعني انت بتيجي تتكلم بتقول لي بنتكلم 50 ولا 70، انت صلاح محسن كان ب 50 او ب 45، صلاح محسن وصل ل 42 مليون. معلش يبقى ده من حقنا ان الزمالك وده سبب ازمه الاهلي. دي مشكله، احنا عندنا مشكله تقييم كبيره صح. يعني احنا النهارده مشكله تقييم اللعيبه، انت بتقيم اللعيبه ازاي؟ دي حاجه. تاني نقطه، انا النهارده مثلا الاهلي برضو كان هو بيتكلم في قصه ان الزمالك انجح من باقي الانديه وبتاع، ممكن دي يبقى حقيقه بس ليه؟ عشان هو مش بيتعامل وفق للسيستم. هو بيتعامل ايه؟ ان انا النهارده ممكن ابراهيم مفيش سيستم حاطه للعقود، بمعنى ان انا النهارده ممكن طارق حامد مثلا ممكن يدي 16 مليون. هو زمالك بس قصدك يعني؟ لا لا لا، ما انا هقارن لك بالاهلي يعني. ما انت نفس الاهلي بيعمل ايه؟ احنا لسه بنتكلم بصراحه. هو زمالك وصلاح محسن؟ لا لا لا، في فرق يا جماعه. انا ما بتكلمش، انا ما بتكلمش لا، ما هو صلاح محسن اللي كسب اللي هو الاهلي جابه 39 مليون ده، عدوا 3 مليون في الاهلي. هي القصه كلها مش انت بتشتري لعيب بكام، انا بشتري اللعيبه ده عرض وطلب. انا زمالك ممكن اشتري لعيب ب 100 مليون، لعيب ب 50 مليون، دي قصه ثانيه. ممكن اللعيبه ب 20 مليون هو اللي ينجح، بس انا بتكلم على الفلوس، انا بتكلم على الفلوس اللي بدفعها للعيبه. الزمالك ممكن النهارده يجي واحد زي طارق حامد يديه 16 مليون، واحد زي مصطفى محمد يكون بياخد 7 مليون مثلا. الاهلي مش عامل كده، الاهلي عنده سيستم ان في فئه اولى بتاخد كذا وفئه ثانيه بتاخد كذا وفئه ثالثه بتاخد كذا، ومش عايز يخترق السيستم ده. ده مش صح حتى لو سيستم. على فكره وفي الاخر بيمشي، ده سبب المشكله. في حاجه اسمها مرونه. ما الاهلي ابتدى يفطر، الاهلي ابتدى يفطر بقى للمشكله دي. عرضوا عليه 11 و12. ايوه، ما هو عملوا ايه لما عرضوا على فتحي؟ ما انا اقول لك، لما عملوا على عرضوا على فتحي 10 و11 ما انا اقول لك، ما انت هتلاقي اللي هو لما عرضوا على فتحي زودوا الفئه الاولى. زودوا الفئه الاولى لما عرضوا على فتحي الرقم دوت، زودوا الفئه الاولى عشان خاطر فتحي. دلوقتي الشناوي 11 مليون، دلوقتي عمرو السوليه هيزيد هيبقى 11 مليون، وليد سليمان لما جدد في الاخر 11 مليون. يعني هم رفعوا الفئه كلها عشان مين؟ عشان اللعيبه ديت يزودوا فيها. برضه ده ما ينفعش. انت لو عندك تقييم كويس، لو عندك تقييم كويس خلاص. انت كده ميسي النهارده، انت لسه بتقول لي في سيستم. لا ما انا بقول لك، لا مش سيستم، مش معنى ان السيستم يبقى صح وسيستم غلط. رحت انت وصلت، مش معنى ان في سيستم ان هو يبقى صح او غلط، يبقى انت رفعت كل سيستمك والفئه بتاعتك كلها عشان هو في الاخر. انت برضه عندك مشكله، انت عندك مشكله برضه في الاساس في التقييم. انت بتقيم ازاي؟ انت في الاخر ما مضاش احمد فتحي، طب انت رفعت ليه؟ مش فاهم. لا لا خلاص، هو قرر، ما هو شايف ان هو ما ينفعش. لعيب زي وليد سليمان ولعيب زي محمد شناوي، طب محمد شناوي كان عنده عروض كبيره جدا، محمد شناوي ده رفض عروض كبيره جدا، ما انت لازم كنت ترفعه. بس انا بتكلم في ايه النهارده مثلا؟ لا شناوي ده طبعا، بس انا بتكلم النهارده، هل مثلا هل في ريال مدريد، هل في برشلونه، هل مثلا في فئه اولى فئه ثانيه فئه ثالثه؟ مش الكلام ده. ميسي مثلا بياخد رقم مختلف خالص بعد كده. لا ده لازم يطبق في مصر، بس يكون في واقعيه ويكون في تسعيره مظبوطه للعيبه. بص من الناس تعرف مرتبات بعض هنا، ده مش موجود. انا اعرف بعيدا عن اعرف، لا بعيدا عن اعرف، بس مثلا بس لو انا شايف ان فتحي ده يستحق ال 20 مليون قدهم له. ايوه، افرض احمد فتحي ده هو الباك افضل ظهير ايمن في مصر، مفيش هتقدر تجيب بديل ليه. بديل 20 مليون مفيش مشكله. رمضان صبحي اتعرض عليه في بيراميدز، خلاص انت دلوقتي في سوق. رمضان صبحي اتعرض عليه 30 مليون، ده الاهلي ليه رفض؟ او الاهلي معهوش 30 مليون دي من رمضان صبحي؟ لا الاهلي معاه، بس رمضان مش واخد 30. لا ما اقصدش، ما اقصدش يعني اقصد اي رقم. هل الاهلي النهارده هيرفع المستوى؟ هيرفع ليه؟ لان هو قال لك لا الفئه الاولى. لا رمضان صبحي ده لما يكون لعيب برومسي، هو مش عايز ولاعيب في المنتخب، لازم تديله اكتر. انا ما بقولش رمضان صبحي صح، يعني انا 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 معاك في حته ان احنا في مصر مش بنقيم. انت لو بتقيم اللعيبه ان انت النهارده عندك فعلا كبير في السن بيديله فلوس كتير، لا اقل واحد. الصغير المفروض ياخد صح. مظبوط يعني رمضان صبحي طبيعي جدا ياخد اكتر من وليد سليمان. انت النهارده بتعلي وليد سليمان مع احترامي لوليد سليمان. اقول حاجه يا مليك، دي الحرب دي مش موجوده في الزمالك خالص، بدليل في تفاوت كبير في ما انا قلت كده، ما انا قلت دي حاجه كويسه، ما انا قلت كده، ما انا قلت على فكره عشان ده سبب. ما عندوش سيستم، الاهلي عنده على فكره ما عندوش سيستم. احنا عندنا مشكله، ما عندوش لا ما عندوش عندنا مشكله الحته دي. ان انت لما تيجي تعمل عقد ابو جبل وهو رقم واحد في جاب كبير جدا مع اللي فوقيه، يعني ما يعتبرش فيها اولى. بس في التعديله الجايه مش هيبقى كده، يعني ابو جبل دلوقتي لو الحارس الاساسي، لو جه النهارده طلب الاهلي الزمالك بيجدد له، فابو جبل مثلا بفرض بياخد 4 مليون، اذا انا متاكد الزمالك هيجي يديله 13 مليون 14 مليون، هيعمله كده. مين هيعمل؟ الزمالك.
ممكن يعمل زي مش موافق بس انت هو نادي هيقدر كده براحته هو يقدر كده لكن الحته اللي انت هو سعره في السوق ايه؟ ما انا النهارده ممكن ابو جابل ده وهو مثلا فاضل له سنه ممكن يجي له عروض يعني مثلا النهارده في الجيني سيسي احنا بنقول النهارده في الجيني سيسي بياخد رقم كبير جدا في الزمالك بياخد رقم كبير بياخد واحد النهارده لو اتعرض عليه انا شايف ان في الزمالك عندهم يعني ممكن ايه لو اتعرض عليه بيراميدز مثلا اثنين ممكن الزمالك يديهم لا يعني لو اثنين وانا في الجيني سيسي ده مهم ياخد ياخد هيجيب مشكله هيجيب لي بطولات وبالتالي الراعي عندي هيديني فلوس اكتر وبالتالي الاعلانات والحقوق والتسويق والحاجات كلها هتعلى عندي اديني معلومه الزمالك عنده اكتر من لاعب عندهم قصه العود منتهيه انت شفت محمود علي جد تمام شفت محمد عبد الغني جدد حازم امام تم الاتفاق معاه اوباما لسه فرجاني ساسي لسه فرجاني ساسي ليه اقول لك ليه المهمين لسه بص انت مثلا في بابا لسه فاضل احترامي لا هم دول اهم ناس اهم ناس ماشي خد بالك لسه فاضل سنه ماشي بس دول اهم ناس لسه في نادي اذا انت في نادي اللي جايب مش حد بيجدد عربيات لا محمود علاء موضوع البياض ده خلص لا مفيش حد مش حد عربيات حاجه جدا محمود علاء هو مش فاهم لا مهم طبعا مهم بس مدافع برضه مدافع مش هو اللي بيكسبها محمود مدافع ماشي وايه المشكله احمد فتحي مدافع محمد فتحي برضه محمد فتحي عنده 5 سنه احمد فتحي على فكره انا عايز اقول لك الموضوع اللي بنتكلم فيه مفيش خلاف عليه برضه يعني انت بص يعني تم الكلام معاه اليوم طلبات خلاص بعد بطوله افريقيا زي ما انت قلت جمله لما تاخد بطوله افريقيا ماشي تختلف الموضوع هيختلف اللي انت عايزه هتاخده وانا قلت لك وكلام منتهي قولا واحدا زي ما انا بقول لك بص فرجاني ساسي الزمالك مش هيسيبه لغايه اخر لحظه مهما كان الرقم انا بقول ماشي صح تمام احنا ده بنقوله هيقاتل عليه اقول لك هيديله رقم اللي هو عايزه بص هيقاتل عليه ماشي اوباما نفس الكلام عايز هو الزمالك لو ما قاتلش يبقى هو اللعيبه دي مفيش يعني لا لازم يقاتل طبيعي خلينا متفقين يا عمر خلينا متفقين انت بتقاتل على مين على اللعيبه المهمه اللعيبه اللي تقدر تجيب لي بطولات اللعيبه اللي شايله نادي الزمالك يا عمر يا عمر خلينا متفقين ان خريطه الكوره دلوقتي اتغيرت دلوقتي الاهلي والزمالك مسيطرين بشكل كبير دلوقتي الدنيا اتغيرت خلاص لا الدنيا اتغيرت دلوقتي بيراميدز عندك قوه رئيسيه كبيره احنا عندنا مواضيع كتير يا رايان انا عايز بس عشان خاطر يعني نجمع اري بابل ايه اللي هيحصل فيه صح كده عشان بس نعرف نتكلم عن ده بابل مش هيبقى موجود في الزمالك دلوقتي خاصه طب الزمالك تعاقد معاه واشترى فعلا او الزمالك تعاقد معاه تم الاتفاق وتم التوقيعات الرسمي بالايميل الكلام ده كله هو الراجل مفيش مشكله هو لاعب فري صح هو فري تمام وتم التعاقد معاه بالفعل مفيش مشكله بس بعد ما طلع في الاعلام وقال ان انا الناس سايبني ومش الكلام ده كله الزمالك بيفكر دلوقتي ان هو يستغل عنه تماما مش عايزه خاصه لا مفيش غرامات ولا حاجه خاصه اني لو مصطفى محمد راح في يناير فبالتالي يبقى انا عايز اجيب لاعب افريقي مهاجم مكان بدله فبالتالي انا اري بابل بالنسبه لي مش هيبقى المفيد زي ما انا اجيب واحد تاني مهاجم صريح مكان مصطفى محمد لا هو في لعيب تاني مهم بغض النظر بقى من على الاسماء طيب دلوقتي هنتكلم على الفكر نفسه طب هل وجود نجم وتالق نجم مع بن شرقي مع زيزو هو ده اللي خلى مسؤولي الزمالك يفكروا في التراجع مع بابل بعد التصريحات اللي اتكلم فيها في التلفزيون لا مش ده السبب هو مصطفى محمد السبب زي ما بقول لك مصطفى محمد قاعد هو لو مشي في يناير اتجاه ان هو يمشي في يناير تمام او الوعد اللي هم الزمالك وعدوه ان هو يمشي في يناير طيب ماشي حضرتك اي دلوقتي الزمالك حتى لو جاب حد في يناير مش هيتاقلم بجد لما جه في الاهلي في يناير ما قداش خد بالك دي الفرق اللي بتجي في شهر واحد ده الناس مش ماشيه بالنظام ده دي حظوظ دي ملهاش علاقه عادي هنجيب هيجيب ايا كان لا هيجيب لعيبه اجنبي انا بتكلم حتى في مصر انت بتتكلم ينجح وما ينجحش لا انا بتكلم على السياسه اللي موجوده في العالم ان انت تبص على اي نادي بيتعاقد مع لا غير العالم احنا غير العالم خالص احنا على العالم وهو بيتكلم غير العالم لاعب بيروح من مصر لا هيروح في انديه هتبقى عايزاه طب لو مصطفى محمد بقى موجود ما مشيش الزمالك هيفضل برضو مستقر على اللعيبه اللي موجوده ولا ممكن في لعيبه جايه تخش لا في لعيبه ممكن تخش لا جاي في لعيبه تخش طب ايه المراكز او الصفقات اللي الزمالك في تدعيم لجبهه الليبيا طب فلوسي موجوده في نختفى ليه خلاص مش بعد الدوري التونسي انتهى ليه مختفي ليه الزمالك مأجل كل حاجه انت بتتكلموا فيه كل الملفات المسؤول امر خلصان كلها متوقفه على بطوله افريقيا ده موضوع منتهي طول طيب فرق ده الاساس الموضوع طيب بس عمر انا عندي موضوع انا عايز اتكلم فيه ومحدش اتكلم عنه خالص هو سليمان كوليبالي لاعب النادي الاهلي اللي هرب وراح دوري التونسي اخر مباراه لعبها ضد صفاقس التونسي احرز فيها هدفين اعتقد وتقريبا في 1,400,000 دولار المفروض الاهلي او صفاقس او النجم عفوا يدفعهم للنادي الاهلي عشان يشارك اللعيب مع نادي كان في اتفاق تقريبا في اتفاق بعد كده جدولت الفلوس صح لا انا ما اعرفش ولا حد عنده علم عشان كده انا عايز اسالكم ازاي اللعيب لعب من غير ما النجم الساحلي يدفع مبلغ للنادي الاهلي وبالتالي اللعيب كان موقوف الى حين تقنين الاوضاع الخاصه بالفلوس انا ما اعرفش ازاي الموضوع ده محدش بيتكلم فيه او النادي الاهلي يعني المفروض يطلع يتكلم الاهلي بعت الفيفا لا
الكورونا اللي اجلت والدنيا هنبقى اعتقد اعتقد برضو ان الاهلي يعني مش هنقول متهاون بس هم حاسين برضو قصه كورونا ان ممكن برضو النجم الساحلي يكون عندهم مشكلات كبيره دلوقتي في قصه الفلوس. اعتقد يعني جواب بيتبعت من الفيفا التونسي يعني بشكل باتفاق يعني لو النهارده حتى لو الفلوس مثلا تترحل شويه انا ما عنديش معلومه مؤكده بس انا عارف واكيد ممكن الكلام على كده يبقى الاهلي هو اللي مش عايز ياخد الخطوات. لا لو مثلا مع النجم باتفاق لان كان في كلام محادثات وديه كتير تمت والاهلي فعلا بعت للفيفا يعني الاهلي بعت برضو. طيب هو الاهلي بعت للفيفا فده معناه فعلا ان اللعيب لعب وهو عليه حكم دلوقتي طبيعي جدا. انا حكم انا اتحاد تونسي لما اجي لعيب يلعب لازم اشوف موقفه. انت الطرف المتضرر هو كده مقيد لا مش مقيد لا هو في حاجه هو الطرف المتضرر دلوقتي هو الاهلي. ايوه ده الطرف المتضرر خلاص الاهلي وانا متضايق جدا حاليا مش واخد خطوات عشان العلاقه الوديه وفق الكلام الصحيح. يعني اعتقد ما فيش مشكله يبقى كده ايه المشكله اللي هو صاحب الحق نفسه ما بيتكلمش بيه اصل الاهلي ياخد الفوز هو ولا حاجه. طيب هقول لك على حاجه يعني هو حساباته علاقه وديه في خلل في اتحاد تونسي في موضوع مشاركه اللاعب والدليل ان النادي الاهلي بعت الفيفا ايه الخلل ان اللعيب لعب وهو عليه عقوبه ازاي تلعب وانت هو عليه العقوبه هتبقى دلوقتي في سنوات فلوس ماليه ماشي ما هو الاهلي مش عقوبه ايقاف مش عقوبه لا عقوبه ايقاف ليها علاقه بالفلوس ما هو انت عشان تلعب ما هو راح قبل كده ما هو كل ما يروح نادي يقولوا له ايه مش ينفع ناخدك علشان انت عليك فلوس هو النجم كان مجدول عشان هو مش عايزين يدفعوا لكن النجم عايز يدفع هو كان النجم كان مجدول الفلوس صح كده ولما كان مجدولها الاهلي قال صعد الامور قال له في كورونا راح قال وافق لهم خلاص صاحب انا عايز صلوا ان التونس والمغرب بسم الله ما شاء الله ايديهم طايله جدا في اتحاد لا في اتحاد ده موضوع لا بس الموضوع ده مش كده مالهاش علاقه بالفيفا كمان بس الموضوع بيوصل للكاف ممكن في الكاف الكلام انت بتقوله ده وتاجل وتغير وتعمل انا يعني لكن يعني بالنسبه للفيفا الموضوع لا حد لا اصل هم بيشاركوا في القرار معلش طيب بدر بنون عراقي في الاهلي في الاهلي بدر بنون هيبقى يعني لسه مدافع الاهلي الاهلي طبعا خط الدفاع هيدعم بشكل كبير الفتره الجايه محمود متولي طبعا اصابته اربكت الامور بشكل كبير محمود متولي يعني الاهلي خلاص خد قرار برفع اسمه من القائمه الموسم الجديد عشان اصابته بالرباط الصليبي فكده كده محمود متولي مش موجود رامي ربيعه النهارده اصابه قويه الاصابات في الدفاع كتير فالاهلي حابب ان هو يبقى دايما في وفره في الدفاع الاهلي هيخلص بدر بنون الاهلي هيخلص بدر بنون وطبعا وخلص كمان بيكهام احمد رمضان بيكهام لاعب دجله خلاص 12 مليون واثنين لعيبه وتم الاتفاق. طيب قبل ما الوقت يجري بينا في قضيه مهمه جدا عايز اتكلم على انتخابات اتحاد الكوره في انتخابات ولا ما فيش انتخابات اللجنه مكمله ويتم التجديد ليها ولا خلاص هيتم الاعلان عن نهايه الولايه وبدايه عهد جديد بالانتخابات الخاصه باتحاد الكوره. والله يمكن في علامه استفهام كبيره قوي على انتخابات اتحاد الكوره دي خاصه من اللجنه الخماسيه الفيفا كل شويه يبعت يا جماعه ابعتوا لنا اللائحه بنبعت لهم لائحه فين اللي تحددوا لنا خريطه الطريق ايه الانتخابات ايه احنا اتحاد الفيفا مدي حاجتين للجنه الخماسيه ان هي تبدا تشتغل عليهم اول حاجه ان هي اللائحه تعديل اللائحه ثاني حاجه الانتخابات حتى الان ما حصلش اي حاجه من الحاجات دي من اللجنه الخماسيه المشرفه وده حاجه غريبه جدا وفي نفس الوقت كمان انت ما فيش خريطه الطريق بتتقال والناس مش مقدره خطوره الموقف ده احنا ممكن في يوم وليله الفيفا يبعت يقول يا جماعه ايقاف الكوره في مصر. طب ما الفيفا هو اللي معين اللجنه اللي موجوده هو اللجنه بتتباطا في تنفيذ القرار التعيين بتاعها طيب قرار التعيين هو جاي عشان ايه تعديل اللائحه ده واحد تاني حاجه ان هو الانتخابات لا ده اتعمل ولا ده اتعمل والناس عاملين بيطولوا على اساس ان هو المده بتاعت القانونيه بتاعت الانتخابات اللي هي في نهايه 10 يقدروا يدعوا الانتخابات فيها تروح فبالتالي يبقى الموضوع خلاص اللي انا شايف اللجنه الخماسيه الفتره الحاليه مش فاضيين للقصه دي او مش عايزين يقعدوا لحد بعد الاولمبياد فاكرين هم لما تعدي المده دي هيبقى الموضوع خلاص وكل اللي بيعملوه دلوقتي ان هو انا شايف ان هم بيعينوا اصحابهم في قلب اللجنه لدرجه ان انت بقى دلوقتي يسرى وناديه الجندي بيتعينوا في اتحاد الكوره فدي يعني اسماء حاجات غريبه جدا واول مره نشوفها والهدف من الحاجات دي كلها الاسماء الناس دي ناس اول مره تعرفها يقول لك ده بتاع تسويق يسرى في التسويق ومش عارف ناديه الجندي فين والكلام ده كله بتبص تلاقيهم ان انت في الاخر حاجه غريبه فعلا تبص تلاقيهم عشان خاطر اسماء كده ولا اسماء فعلا لا في يسرى فعلا في يسرى مش عارفين ناديه الجندي وزنها جت ولا لسه لا الفكره مش في كده كمان الفكره ان انت عايز تدرس عشان خاطر ايه يقول لك ده عشان خاطر يعملوا متحف بتاع اتحاد الكوره
وتفاجئ ان المتحف بتاع اتحاد الكوره ده هيتسرق. لا تحت بير السلم بتاع اتحاد الكوره اللي في الطرقه. هو ده المتحف اللي انتوا بتعملوا عليه الكلام ده كله؟ هو ده بقى اللي انتوا عاملين بتشحطوا عليه فانيلات وغيارات داخليه وتيشيرتات وبتاع مش عارف ايه؟ وكابتن حسام حسن والنبي هات لنا اي حاجه عندك، وكابتن احمد حسن شوف لنا، كابتن حسن شحاته حاول ايه. انا شايف ده يعني حتى لو احنا عايزين نعمل حتى فكره متحف، لا احنا لازم متحف تبقى حاجه محترمه في مكان محترم، حاجه زي التور كده زي ما بنشوفه في الكامب نو. صار الكامب نو مساحه الكوره ما تسمحش ان يبقى فيه تور تقريبا. ما احنا بنشوف هو بقى مكان ما يعمل فشار الهدف. لكن انت بتتكلم في جايب معين يسرى عشان خاطر تعمل لي متحف ونادي الجندي مش عارف تعمل ايه، مش هينفع الكلام ده. حاجات غريبه، موقف غامض. طب نروح فاصل سريع كده عشان خاطر نرجع نكمل في ملف اتحاد الكوره، خليكم معانا ولكن بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم من جديد، لسه مكملين معاكم وكواليس انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم. استاذ عمر، ايه اللي بيحصل في الانتخابات؟ هتعمل انتخابات ولا لا؟ ولا لجنة هتم المادي ليها كمان سنة؟ محدش فاهم حاجة في اتحاد الكورة بجد، ده العنوان اللي انا محدش فاهم حاجة. بدليل انت مثلا من في عز الكورونا كنت بتلاقي المهندس هنا بريدة والمرشحين واللي هو راغبين في الخش بيتقابلوا بيعرضوا بيعملوا جولات وبيلفوا بيلفوا بالكمامات عادي جدا. فجأة الموضوع هادي خالص. بعد كده احنا بنتكلم في يعني زي ما قالك محمد كده محمد يحيى اللي انت هم جايين في مهمه ولا لائحه خلصت ولا الانتخابات اتحددت، هم تمدلهم لغايه 30 بس اللي انا عرفت ان لازم عشان اللائحه لازم الدوري يخلص عشان يكون في انديه وحاجات كده. طب ما انت حطيت ماتشات الكاس في النص واجلت اعلان ما بقولش عليا عشان انا بقول معلومه انا مش عارف مدى صحتها. انا مش صحيح الكلام ده، كل الكلام اللي بيطلع لك انت كل يوم بتلاقي كلام مختلف وكلام بيتغير وكلام بيتغير وكلام بيتغير، الامور غامضه. حتى حاليا دلوقتي المرشحين كلهم همدوا خلاص، هم يعني همدانهم ده وسكوتهم بيخليني هم الناس مش عارفه الموضوع رايح فين، فاهم؟ وتلاقي بقى تسريبات يقول لك اصل مثلا في ناس مش عايزه الانتخابات تعمل وفي ناس عايزه الانتخابات تعمل. لينا مرشحين كانوا مأجلين افكارهم عن اتحاد الكوره، يعني مثلا مجلس النواب مثلا زي مثلا محمود الشامي مثلا كان بيخطط يخش بنائب رئيس اتحاد الكوره مثلا. هو مش بيخطط، هو ناوي مفروض على كده ناوي بس اجلها خلاص لما يبقى في انتخابات بقى مركز دلوقتي في مجلس النواب عشان هي اللي موجوده قدامه دلوقتي في حاله اولويتها. الموضوع وصل الانتخابات غامضه غموض غير عادي جدا. يعني كمان انت بتلاقي الناس يقول لك ايه وزاره الرياضه مش عايزه تعمل انتخابات. ليه مش هتعمل انتخابات؟ فرحانه مثلا باللجنه الخماسيه. اللجنه الخماسيه انا رايي ان اللجنه الخماسيه مع بعض تحفظت على بعض القرارات، لكن شايف ان هي بتدير بشكل كويس، ما عندهاش فواتير انتخابيه. عشان معانا من الفيفا مش جايه تبع جماعه ما عندهاش محدده يعني. ما عندهاش مثلا يعني مش عايزين انتخابات. يا بص في سلبيات لا خلاف عليها، اللي انت مثلا القسم الثاني مثلا طول ما الناس مثلا بحكم تواجدي مثلا انا مثلا في متعوبه وجماهير نادي الزمالك نادي الترسانه مثلا، هو في هبوط كام؟ خمسه ولا اثنين؟ هيحصل ايه في الهبوط؟ لا خمسه. هيحصل ايه في الهبوط؟ في هبوط السنه دي ولا لا؟ انا بقول لك الكلام اللي جاي للانديه ان ما فيش هبوط. طيب والكواليس اللي عنك؟ لا لكن 500 لا هو الرسمي فيه هبوط خمسه، الرسمي اللي هو لما تيجي تتكلم رسمي الرسمي اللي بيوصل للانديه بقى ما فيش خالص. الرسمي بورق كان خمسه وبعد كده اثنين وبعد كده اثنين وصلنا لاثنين لخمسه، لكن اللي بيتقال لهم كلهم مفيش هبوط خالص. لان لقيت النهارده الكلام اللي طالع ولا حاجه في بوست تقريبا كان عامله المهندس احمد مجاهد وانا اثق في كلامه فيما يتعلق بالجزء دوت، بيقول ان هناك تسريبات توحي مفيش اي هبوط خالص في القسم الثاني السنه، لكن علما ليك في هبوط في القسم الاول وده ده مؤكد يعني. لكن اتحاد الكوره انتخابات امتى هيحصل ايه ما حدش عارف الموضوع ايه. حتى موقف المهندس هنا بريده بيت انا مش فاهم برضه، يعني في حاله هدوء ما يعني بيتكلمش في الملف خالص ولا كده ولا كده. بعيد عن قصه الانتخابات انا بس برضه لا مش بعيد لا 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 هنتكلم هنجي لها بس لا بس لا لا بعيد عن قصه الانتخابات بصراحه لا مش لا لا والله بجد موضوع اللجنه الخماسيه بصراحه لا دايره بشكل كويس جدا. انا بصراحه يعني مختلف خالص مع يحيى، الاداره هايله منهم بصراحه في سنه قدروا ينجزوا ملفات لا في كل حاجه لا لا اللي هي نتكلم في الفار لا لا حاجات ما كانتش تخلص. الفار الفار اسوء حاجه اسوء حاجه الفار اسوء حاجه الفار الراجل حكم انت راجل اسوء ليه؟ لا لا الراجل حكم بتخصصه اسوء ليه؟ لا ما تتكلمش اسوء ليه؟ هقول لك حاجه اسوء عمر انا هقول لحضرتك هو احنا كنا خشينا النهارده في طبيعه بس احنا دلوقتي حضرتك احنا عراقي بيتكلم في الفكره مش بيتكلم في التنفيذ. التنفيذ ممكن يكون احنا ايه؟ انا مش دعوه بالتنفيذ انا بس عشان خاطر هو اتغير فانا بحاول اصلح اللجنه الخماسيه. يا عمر اللجنه الخماسيه جايه عشان خاطر الفار ولا جايه عشان خاطر حاجتين من الفيفا؟
ايه اللي حصل منهم حاجه دلوقتي؟ هقول لك ايه حتي ولا تعديل اللائحه اتعملت اتعملت ما لسه احنا واقفين لسه وانت لازم الموسم ده لازم الموسم ده انا فيفا مدني مخصوص عشان خاطر كذا هي ماشي طب خلاص جاي شديد اللهجه انت لومهم في ده يا اخي معلش انت لومهم لو النهارده جه 30 يوم ما تعملش حاجه لا لا خالص انت النهارده الانتخابات اتعملت كلمه اخيره هل النهارده الانتخابات اتلغت؟ لا الانتخابات لسه مش عارفين مفيش كلام يحدد بعد الله ينور عليك هو ليه ما تحددش اخر جوله في 30 ليه ما تحددش اخر جوله في 30 هتحدد ما انت وفقا عشان ليه تحط في النص الكاس ما عشان ما لازم يتحط في الكاس ما تعمل ايه ما تعمل في الاخر ليه وخليه في الاخر ليه عشان خاطر ما تنهي الموسم انت كل مره كل مره تلعب في الموسم بدري ما هو الموسم هينتهي ما هو الموسم وفقا لده هينتهي بدري قبل نهايه 10 افريقيا قبل نهايه 10 لا مش قبل نهايه 10 ما هو دي بقى لا انت لسه دي المعضله دي المعضله اللي مش واصله لك بقى لازم قبل نهايه 10 الموضوع بس برده برده بس موضوع عشان خاطر القانون المصري انا النهارده معلش انا كنت واحد بروح اتحاد الكوره ده والله ما كنت بحب اخش النهارده مثلا انت بتقول لي مثلا تحب تخش دلوقتي عشان هو سوبر ماركت لا انت بتقول لي امبارح عمر جاي امبارح قال لك التعديلات دي كلها ب 100000 جنيه ماشي ب 100000 جنيه وعينوا عليها ناس بكام بقى؟ اللي هي عينوا عليها ناس بكام؟ لا تعينات ايه؟ وهتعينات دي هندفعها من جبنه انا النهارده عامل هما الدخله بتاعت تحت السلم الاتحاد اللي هي تحت السلم اللي بتتكلم عليها ديت وموضوع الكؤوس وكده شفتها ولا ما شفتهاش؟ لا هايله هنروح بكره انت يا عمر لا 100000 جنيه هنروح انا وحضرتك بكره ان شاء الله عشان نتفرج لا انا بكلم اللجنه الخماسيه بصراحه لا عامل بدور كويس هم ناس محترمه لا لا عامل بدور كويس لا انا شفت في لجنه تقوم عشان خاطر انا لازم نختم ده حضرتك هتقول له ايه دلوقتي بسرعه عشان كنت بتقوله على حاجه لا بص مش ده اللي اعرفه لا والله لا اتغير بقى اختم بقى مش عارف بقى بيتاثر بالسوشيال ميديا زي طبعا زي مين استاذ محمد احنا بشكرك شكرا جزيلا على حضرتك معايا بشكر طبعا الكبار وعمر وعرائي يعني مبسوط بكون معاكم انت الكبير استاذ عمر انا بشكرك بس انا عايزك تختم مع عرائي عايزك تختم مع عرائي انا سعيد والله بجد ان انا كنت معاكم النهارده بس عرائي بجد لازم ترجع زي ما هتخسر ماشي خلاص محمد عرائي قال واحدا انت اتغيرت جدا وما بقتش زي الاول خلاص انت الاثنين شايفين كده خلاص اشكرك عرائي هتخسر حبيبي بشكر حضراتكم شكرا جزيلا بكره ان شاء الله في نفس الميعاد قناه النهارده نمبر 1 تصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.